السلام عليكم، ازاي تقدر تعمل تأثير النيون زي ده كده على أدوبة بريمير؟ طيب ازاي نعمل تأثير النيون دوتي على الخط يبقى بالشكل بينور ويطفو دوتي كده؟ طيب اول حاجة نحتاجها هي الخلفية، الخلفية اللي هيطبق عليها التأثير. الخلفية ممكن تكون عبارة عن صورة زي ديتي كده بيبقى شكلها حلو، او طب عبارة عن صورة عادية خالص اللي زي مثلا الحيطة دي الورانية كده او شكل الخشب ده وراني، او طب عبارة عن بلاك فيديو يعني فيديو باللون الاسود كده دوتي. طبعا فيديو باللون الاسود دوتي بعمله ازاي؟ بكليك يمين هنا ونيو ايتم وبعد كده بختار بلاك فيديو اهوتي، تمام كده. دي تمشي ودي تمشي ودي تمشي، ماشي. طيب بعد كده باجي اكتب النص بتاعي عن طريق اداة الكتابة هياتي، وطبعا بكبر الخط شوية عشان خاطر يبان، فبكبر الخط كده يعني مثلا خط هنا مخليه 600 مثلا اهو. هنا بقى في نقطة مهمة وهي اختيار نوع الخط. هنا طبعا انا مختار الخط اسمه ابهار اهوتي، برضه لينك بتاع الخط دوت هسيبه لكم تحت ان شاء الله. طيب بعد كده بختار مثلا لون الخط من هنا، مش هختاره طبعا، هختار حاجة غير ابيض، تمام كده. تمام كده انا ظبطت الخط، وليكن مثلا احطه عليها. طبعا لو احطه على الحيطة هنا مش تبقى مشكلة، ولا في البلاك فيديو هتبقى مشكلة، وهنا هتبقى طبعا لازم اظبطه في المكان ده. خلاص ماشي، خليه على الصورة ديت ونظبطه في المكان. ماشي طبعا ظبطه سهل، بتمسك تدعب الأداة المسكت وتحطه في النص مثلا كده، تصغر خط شوية وتعمل له يعني دوران، ممكن نعمله دوران أو نعمله دوران شوية. تمام ماشي، طبعا ده يعني فكره بس كده، ممكن انت ما تعملوش دوران حاجه يعني براحتك انت برضه. طيب كتبنا كده كلمه مثلا الحمد لله. طبعا عشان نكتب في البريمير بالعربي بتجيب لنا طبعا مشكله معتاده، وان الحروف بتبقى ملخبطه، فبضطر اخش على الموقع دوت اكتب الكلمه وهو يحولها لي للشكل المناسب. طيب لو هتكتب بالانجليزي بقى الموضوع يعني هيبقى اسهل، ليه؟ في خطوط كتير خالص بالانجليزي بتقبل او بيبقى شكلها حلو في تاثير النيون دوت. فمثلا على سبيل المثال مثلا الخط دوت برضه هسيبكم اللينك بتاعه في الديسكربشن، ده خط بيكتب انجليزي بس اسمه هو نيون 80 اس، ده بيبقى شكله حلو برضه في انجليزي. لو انت عايز خطوط تانية انجليزي بتكتب نيون برضه بشكل حلو، هتكتب هنا مثلا ايه فري في البحث على طول، فري نيون في نيون فونت صح، ده هتلاقي طبعا هي موجوده، هتلاقي بقى كميه خطوط زي ما انت عايز، تمام. لكن في العربي هو في الخط ده حلو، خط ابهار حلو، او خط يكون تخين شويه يعني يكون ما يكونش رفيع، يكون تخين عشان يبان فيه شويه تاثير، تمام. طيب دلوقتي احنا لسه ما عملناش حاجه، لسه ما عملناش تسويق، عملنا اي حاجه. طيب ببتدي بقى اشتغل، باخد نسخه من الكتابه دياتي، بدوس الت وارفع كده بياخد نسخه منها فوق، واخد نسخه ثالثه، باخد ثلاث نسخ، ماشي. اطبق انا تاثير على الاولى والثانيه، واللي فوق خالص ده هسيبها ما لناش دعوه بها خالص، يعني هسيبها توت زي ما هي كده. نجي لتحت خالص وبعمل تاثير بقى اسمه اللي هو البلور. البلور طبعا هجيب الفكتس، البلور طبعا معروف اللي هو بتاع بيعمل زي ما فاهمين بتاع الطمسه وكده، اسمه كاميرا. عندك تحت خالص كده اهو، تحت هنا كاميرا بلور اهوت، تمام. بحطه على الكتابة الأولانية وبحطه برضو على الكتابة التانية، تمام. باجي عند الكتابة الأولانية 25 مثلا، دي القوة بتاعت التأثير بخليها مثلا 50. باجي عند التانية بخليها مثلا بدل ما برضو 25 الافتراضي بتاعها بخليها 100. الأولانية مش ماجي عندها خالص، طبعا بدأت الشكل يبان شوية. قاعد خطوة تالتة بقى وهي إن أنا بجيب الصوت اللي هو الصوت التقاي ديت. الصوت طبعا فيها صوت كتير خالص، يعني انت مثلا لو كتبت برضو على جوجل وكتبت فري نيون بدل فونتس كتبت ساوند افكت ساوندس افكت ساوندس افكت ساوندس، برضه هتلاقي على اليوتيوب برضو كتير اياتي، هتلاقي برضو هتلاقي هنا تأثيرات، هتلاقي برضو تأثيرات كتير، ماشي. اللي انا بستخدمه هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. تجعل نجيب الصوت. طيب هذا الصوت هاتي
طبعا عشان تبقوا عارفين برضو التأثير زي ده ما بياخدش يعني حجم كبير من الفيديو، يعني مثلا ممكن نقول 10 ثواني مثلا من الفيديو بس، يعني مش هتعمل الفيديو كله يعني بالطريقة دي. طيب شايفين تأثير هذا الصوت بتاعه؟ ما مش باين التأثير. كانت خطوة أخرانية بس هنختم بيها. ايه هي بقى الخطوة الأخرانية؟ باجي عندي اللي هي التانية، أقول أنا أخد تلات نسخ، الأخيرة الفخذ مش هنلعب فيها، لا بلعب في التانية بقى. وهنا بقى الشغل بتاعنا يبدأ شوية، بكبر، وبعد كده بقى بقطعها، أجيب الموس كده وأخد حتة، بس هنا بقى هاخد حتة صغيرة، حتة صغيرة كده، وأسيب حتة وأخد حتة صغيرة تاني، 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 وهكذا. تمام. بعد كده باجي بقى احوش الحتت الصغيرة اللي عملت حددت ايه ده، احذفها خالص كده زي ما قلت لحضراتكم، باخد حتت صغير عشان ايه. طبعا ديت صغير، الصوت صغير شوية، فهاخد منه نسخة تاني. طبعا كوبو بيست على طول على طول معك. طبعا بنمشهم كلهم مع بعض، الصوت ده بحدد عليهم كلهم ونزل احسن دمجوا كلهم مع بعض. ايوه بس ماشي. طيب شايفين مبدئيا كده شايف التأثير بشكله عامل ازاي؟ تمام يعني تمام. لا كويس. طبعا المفروض كنت اكتر الحتة الصغيرة ديت. تمام اظن كده التأثير واضح وتمام. تمام طيب ممكن برضو نفس زي ما قلت لكم مش تفرق سواء كنت تحطه على الخلفيه دي او على الخلفيه دي او على الخلفيه دي. طيب لو انا بقى عايز الكلمه دي ما تجيش بالمشهد ده، يعني عايزها تروح وتيجي او تبقى في حده حركه فيها. طيب يعني عايز مثلا تدخل كبيره بعد كده تصغر، ماشي. في الحاله دي بقى هضطر اعمل تأثير اللي هو عليهم كلهم لان كلهم مربوطين ببعض، فلازم اعملهم نست كلهم، اربطهم كلهم ببعض. لما يبقى في تقطيع في اي مشهد زي كده ما ينفعش اعمل نست ليهم، يبقى لازم اعمل نست على مرحلتين. المرحله الاولانيه ان انا ما اعمل المقطع دياتي نست اولانيه اول اهو اللي عملت لها نست، بعد كده بعمل الثلاثه مع بعض نست عشان اعرف اعمل لهم تاثير. يعني التاثير مش اقدر اطبقه كده، اعرف اطبق التاثير لان الثلاثه بيجي واحد برضه لسه قاعد زي ما هو. تمام اجي بقى اطبق التاثير. اطبق ازاي التاثير؟ بسيطه خالص. تمام. طيب نيجي بقى على السكيل، ها خليها زيرو. تمام مش باينه خالص ماشي. وتعالى بعدها بشويه صغننين كده اهو، خد كي فريم خليها لي الديفولت بتاعها العاديه اللي هي، لا كمان اصغر شويه ماشي حلوه كده. تمام طب لو حابين نشوف شكلها كده مبدئيا مش باينه خالص اهي. تمام كده ماشي. طيب ممكن برضه هنا اعملها يعني بشكل كده يبقى فيه حركة شوية، وانا اعمل دياتي اوت واعمل دياتي ان. تمام كده بس كده. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لينكات العزوات لو تحت في الديسكريبشن بس، وهتلاقوا ان شاء الله قائمه التشغيل فيها جميع التسهيلات الخاصه بالبنمير. السلام عليكم.